الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا جدا، وموضوع الحقيقة واسع الانتشار شديد الأهمية، الألم. احنا هنتكلم النهاردة عن ألم، وألم أسفل الظهر وألم الظهر. يعني مين في مصر يا جماعة ظهره ما بيوجعوش؟ احنا بنعمل حاجات بظهرنا أو بنعمل حاجات ممكن تضر الظهر كتير قوي، منها الوزن الزيادة، ده من أكتر الحاجات. حاجات تانية بقى كتيرة بقى، عد معايا. أولا، وجدوا إن استخدامات الموبايل وطرق التكلم في الموبايل ممكن تضر الظهر جدا، خصوصا الناس بقى اللي بتميل، اللي هو قاعد بيتكلم في الموبايل عامل كده مثلا، هو بيشتغل وبيكتب وحط الموبايل، فيعني احنا ناس مفتريين في التعامل مع الموبايل. حاجة تانية الغريبة جدا، غسيل الأسنان وغسيل الصحون. الست اللي بتشتغل بالميل اللي قدام ده أثناء غسيل الأسنان لقوا انه مضر للظهر، وبرضو غسيل الصحون واللفة بتاعت ان انا بغسل وبنقل واشيل بقى حاجات كتيرة طلعت مضرة جدا للظهر. برضو تخزين ورفع الاشياء في البيت، لقوا ان الستات بيعملوا زي اخونا دوت وغيره وغيره، بيشيل حاجات، يشيل كرسي، مش عارف ايه، يخزن بضايع، طبعا دي في منتهى الخطورة. الحتة برضو اللي عجبتني قوي، وضع الولاد الصغيرين جوه العربية، الميل والتوطية وحركة، يعني برضو دي مش عارف لها حل، لأنه أنا لما الأم أو الأب يجي يدخل ابنه جوه العربية هو بيوطي وبيميل وبيعمل حركة عايزة لياقة بدنية وقوة عضلية خاصة جدا، فده ممكن يضر له ظهره جدا. وبرضو غسيل النوافذ بيضر، لأنه أكيد في حركة تحتاج توطية وميل وبندنج وبتاع والكلام ده كله. في النهاية مش بس دول، ناس كتير قوي ظهرهم بيوجعهم، طيب عندهم ديسك، عندهم مشكلة. في العالم دلوقتي علم مهم جدا بقاله سنين طويلة موجود، وفي مصر برضو وناس كتير ما تعرفش عنه حاجة، اسمه علم علاج الألم. ده مهم قوي طبعا بعد التشخيص، نحن أطباء بيهمنا جدا التشخيص، لكن علم علاج الألم ده هنفهمه النهاردة من واحد من رواد هذا العلم، واحد من الكبار على مستوى المصري والعربي والإقليمي. أنا سعيد جدا بحوار من طراز رفيع مع اسم كبير في علم كبير، علم علاج الألم ده علم خطير جدا ومهم للغاية ومتنوع للغاية. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي بكلية الطب جامعة عين شمس، الاسم الكبير والرائد القدير لهذا المجال. أهلا بيك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بيك. كل الناس ظهرها بتوجعها، كثير من الناس، إحنا بنسيء استخدام ظهرنا صح؟ ده حضرتك بتقول مقدمة رائعة، ربنا يخليك. وأضيف عليها الجيم، بيجي لي ناس يعني شباب وبيلعب جيم، وليه بيلعب الجيم غلط، مدرب مش فاهم يخليه يشيل اثقال غلط، دي بقت منتشره برضو. فطبعا الام الظهر دي والرقبه والموبايل، حضرتك قلت برضو الموبايل، حاجات دي مهمه جدا. انا ليا تجربه في الجيم دي لا انساها. لا انساها. هقول لحضرتك اللي بيحصل في الجيم ايه. رحت مره وانا يعني بلعب ملاكمه، بس مش راجل كبير، من الصغار في السن يعني، فروحت اتمرن في جيم، من الجيم، جيم مشهور قوي، دخلت على جهاز رفع اثقال بيحطوا فيه الاثقال، فلقيت واحد هو اقل ما يتقال عليه ان هو ما بين البشر وما بين الكائنات الفضائيه، حاجه اطول مني وانا طويل ضخم، وادي اربع مرات وكله عضلات، يعني بطل، يعني واضح ان ده بطل مصر او بطل العالم في كل حاجه، يعني داخل بتمرن على نفس الجهاز اللي انا بتمرن عليه. وقال لي جمله لطيفه، قال لي يلا 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 يا ابو الكباتن مع بعضينا. فانا طبعا ايه يعني، انا برضو ايه الحمقه، حط 500 حاجه كده وبدا هو يشيلها، وقال لي يلا عاش. ادخل في منتهى الخطوره طبعا. انا اتخورت وحبيت ان انا اشوف، قلت يمكن اعرف اشيلها، ما عرفتش احركها، قلت له عاش انت، عاش وربنا انا جالي خليك لينا يا باشا. الشهر اللي فات طفل 15 سنه وعنده اكيوت ديسك، ديسك حاد 15 سنه، والناس محوله دكتور مخ واعصاب، وبعدين قالك هعمل له عمليه ازاي، ده 15 انفجار في الديسك، يعني انفجار في الديسك من شيء غلط، يعني برغم ان هو في السن ده يعني لسه الغضاريف المفروض ما يشتكيش من حاجه، ولا هو حاجه مهمه جدا، اعداد غلط، شيء غلط، موبايل غلط، نومه غلط،
أسباب كتيرة تخلي الديسك يظهر في الرقبة وفي الظهر. سؤالين مهمين قوي، التخصص علاج الألم التداخلي هذا هو صحة العالم الآن، السؤال الأول. السؤال الثاني، نوع معين من الألم مهم جدا هو ألم العمود الفقري. تمام. أنا عايز حضرتك تشرح لنا السؤال الأول والثاني. علاج الألم ده علم جديد نسبيا في الطب، كان زمان كل تخصص يعالج الألم بتاعه، دلوقتي لا، بقى الألم وبالذات الألم المزمنة بقى ليها دكتور مخصوص يعالجها. الألم بيتنقل عن طريق الأعصاب، فشغل علاج الألم التداخلي العمل على الأعصاب الملتهبة اللي فيها اللي بتنقل للوجع. بنعالج بقى آلام العمود الفقري، الصداع، آلام الحزام الناري، آلام تانية كتيرة جدا، آلام الكانسر بأنواعه، آلام المفاصل، وأشهرهم يعني أقدر أقول إن 50% 60% من مريدي أو اللي بيروحوا لعيادات علاج الألم علاج عمود فقري، وبالأخص المنطقة القطنية اللي هي أسفل الظهر. وكانوا زمان الاتجاه الوحيد انه يخش يعمل عمليه ولا يجي له غضروف او كده، دلوقتي الموضوع تطور والعلم كله بيتجه الى بنسميها مينيمال انفيزيف سيرجري، ان انا بدل ما اعمل مراره مفتوحه بعملها بالمنظار، بدل ما اعمل الركبه عمليه مفتوحه بعملها بالمنظار. نفس الكلام في العمود الفقري، وفي عمليات لا لازم تبقى مفتوحه، في عمليات تانية لا ممكن اعملها بابر تخش للغضروف اللي فيه مشكله والعصب اللي فيه مشكله ونعالجه باجهزه جديده. وده التطور بقى، ده الحاجات الجديده اللي بتحصل، لان يعني تخيل بقى فتره نقاهه احسن عن يخرج في المستشفى بسرعه. فطبعا العلاج الغضاريف بالطريقه الجديده اللي هي كوبليشن او كواجيليشن اند ابليشن بتخلي المريض بيشنت ساتسفاكشن وارضائه هو يبقى احسن، نتائج اف دي ابروفد في كل العالم، الامريكا كفود اند دراج ادمنستريشن موافقه عليها، دبليو اتش او موافقه عليها، فهي مش تجارب، مش عدينا مرحله التجارب، حاجات ثابته وفيكسد جدا ونتائجها واضحه. ولازم زي ما انت برضه حضرتك قلت في الاول ان التشخيص مهم، التشخيص مهم جدا، ان انا اشخص الاول وبعدين ابتدي اتعامل مع المشكله اللي عند العيان. فدي حاجه من الحاجات الاساسيه، يعني كل الناس عندها الم في ظهرها، الظهر ده فيه جلد، فيه عضلات، فيه عظم، فيه مفاصل، فيه اعصاب، فيه غضاريف. المشكله جايه منين؟ لازم اللي بيشخص يشخص صح الاول، بعد ما يشخص صح كل حاجه ليها مشكلتها. من اشهر المشاكل في العمود الفقري اللي هو اكتر حتتين بيتحركوا الرقبه والظهر واسفل الظهر، دول بيتحركوا كتير وبالتالي تظهر فيهم الغضاريف. الناس بقى بتسميها غضروف، تسميها ديسك، تسميها اي حاجه، لكن هو في النهايه هي دي بتبقى من اهم من مشاكل الورده. وزي ما وضحت ان كان في الاول عمليات مفتوحه، عمليه العيان يقعد له فيها ساعه ساعتين بجرح، يطلع بعديها يقعد في المستشفى يومين، وبعد فتره نقاهه طويله وتغيير على جرح وبتاع. دلوقتي بقى تطور، بس مش كل الحالات تنفع لها، عشان برضو ما ظلمش الجراحه، لا الجراحه مهمه في حالات معينه، وعلاج الالم والكوبليشن مهمه في حالات تانية معينه. الاسباب والاعراض الخاصه بالالم، الاسباب اتكلمنا عليها، الشيل الغلط، حضرتك قلت في المقدمه انه عامل بيخزن حاجه غلط، ده مشهوره جدا. يعني من اكتر المرضى اللي بيقولي في العياده العمال في المخازن يشيلوا غلط، وانه يوطي غلط، المفروض يوطي بطريقه فيكسد واضحه ان ظهر يبقى مفرود، النوم الغلط، انه قاعد نايم قدام التلفزيون فساند ظهره بطريقه معينه على الانتريه، ماسكه الموبايل، الرقبه دي ربنا خلقها تبقى واقفه، حتى لو عملت حركه لتحت او لفوق تبقى مؤقته، لكن تخيل واحد ماسك موبايل لمده نص ساعه بيلعب لعبه فعامل راسه كده وماسك موبايل، الاسترين والفليكشن ورقبته والعضلات بتاعت رقبته دي، وبعدين العضلات تقلب بقى بمفاصل، تجي له خشونه في مفاصل، من اهم الاسباب الوضع الغلط والشيل الغلط وماسك الموبايل غلط والقعده على الكمبيوتر، ان الكمبيوتر بيبقى واطي وهو راسه كاتب او حد على اكاونتنج او اي حاجه محاسبه او كده. دي من اهم الاسباب اللي بتاثر في العمود الفقري، تخلي المريض يشتكي.
في سؤال مهم جدا، لو انسان عنده مشاكل في ظهره، الم في ظهره ومهمله خلاص، سايبه بياخد مسكنات، سايبه بيعمل حاجات اللي هي قربه ميه سخنه وبتاع كده، ايه خطوره، ايه المضاعفات اللي تحصل؟ الغضروف ده في مكان حساس جدا في العمود الفقري، ربنا خلقه عشان يمتص الصدمات. ان احنا لما بنتحرك او نمشي او ننط او نشيل حاجه، هو كشل يعني يمتص الصدمه، يتحرك من مكانه وساده. فاحنا عندنا في ظهرنا كذا وساده بقى، اتحرك من مكانه وزق على العصب، الاعيان الاول يشتكي بالم، تنميل وبعدين الم. لو الموضوع اهمل، الغضروف ده يدوس اكتر، يبتدي يعمل ضعف في الحركه، يبتدي العين يبقى عنده سقوط في القدم او في ايده، تبقى حركتها اضعف، وده اللي مهمل يبتدي مشاكل الحركيه تظهر، وبعديها مشاكل التحكم في البول، لان في نفس العمود الفقري ده طالع منه الاعصاب المسؤوله عن التحكم في البول. فتلاقي من ضمن المشكله ان العين يقول لك انا ما بتحكمش في البول، عندي سقوط في القدم. دي كلها مشاكل، ولو سابها ممكن تبقى دائمه بقى، يبقى العيان ايه الاول بتبقى مؤقته، ممكن يرجع لو رجله نزلت او عنده قصور في القدم، لا لما يلحق نفسه في العلاج. المشكله الثانيه بقى المسكنات. المسكنات دي العيان يقول لك دي اسمها ادويه العظم، بتوجع المعده، واللي هم يمكن الناس مش عارفاها كتير، بتوجع الكلى، لان المسكنات دي خطورتها على الكلى ده بتضرها. والعيان ده مزمن يقول لك انا ظهري بقى له سنتين، بقى له ثلاثه، فاقول له انت بتاخد ايه؟ يقول لي انا باخد نوعين ثلاثه اربعه مسكنات في اليوم وبقى لي سنتين. فانا اول حاجه بقولها له روح حلل الكلى، نعمل تحليل كده عشان نطمن، لان طبعا ما ينفعش. شوف وظائف يعني الكلى اخطر حاجه. وظائف الكلى، لانه ما ينفعش انه ياخد مسكنات. طب ما احنا لازم حل. فيقول لي ما انا مش لاقي حل، بقول له لا الحل عندي. علاج الالم هو ده العلم عشان يحل المشاكل، الالام المزمنه، ان هو يوفر له مسكنات يلحقوا في المرحله الاولانيه، يوجهوا ان هو يروح منه الالم، احساس رخم، احساس وحش سيء، ممكن يسبب ما يروحش الشغل. ما يروحش الشغل. ازاي نشخص المشكله؟ هو اي الم يجي عند واحد في ظهره او في رقبته، الطبيعي انه يقول انا هعمل ايه، هعمل اخد مسكنات، يروح لاي صيدلي وياخد مسكن. يوم يومين ثلاثه وضع طال، لازم يروح لدكتور. الدكتور بيبقى في اختبارات بيعملها، يقدر يعرف والله انا يرفع رجليك، اختبارات بقى عديده يعني للوصول لسبب الالم ايه. اغلب الناس الالم بيبقى سبازم عادي في العضلات نتيجه قعده غلط، نتيجه أفشل. سواقه لكن الموضوع بيتطور. قفشه في العضله، سبازم يعني قفشه في العضله، سبازم في العضله، قفشه في العضله. بعد كده تلاقي ان هو لا لازم نعمل بقى فحوصات، ده الالم مستمر مش قادر يروح، في تنميل. وصف الالم مهم جدا ومكانه، هل هو في ظهره بس ولا ظهره ورجليه؟ فيبتدي لما يروح لدكتور متخصص يبتدي يطلب منه اشعاعات. الاشعاعات اللي بنحبها جدا الاشعه العاديه، نمره واحد، نمره اثنين اشعه رنين مغناطيسي. رنين مغناطيسي مستو عن الاشعه السي تي او بنسميها الاشعه المقطعيه، انه بيبين لي الخلايا والانسجه الطريه مش العظم، فاقدر اشوف العمود الفقري، اقدر اشوف الغضروف لانه من الانسجه الطريه، اقدر اشوف الاعصاب وخروجها وخروجها من الظهر، هل متداس عليها ولا لا بالتفصيل، فنقدر نكتشف المشكله. ولكن وهي عيان عمل رنين بقاله سنه ولا ممكن نعيده، ممكن نطلب تاني رنين تاني. اذا هي في الاخر نتيجه كومباينيشن او يعني اجتماع ما بين تشخيص اكلينيكي وتشخيص بالفحوصات، واهمها الاشعه العاديه والرنين. ناتي للجزء المهم قوي بقى في حلقتنا النهارده، ايه اللي بيوفره علم علاج الالم من احدث الطرق في التعامل مع مشاكله؟ كان الاول اللي عنده الم في ظهره ما قدموش غير سكتين، ادويه ومسكنات وقلنا مشاكلها، او عمليه جراحيه. مش كل الحالات تنفع فيها عمليه جراحيه، لاما عنده كذا ليفل، كذا مستوى، يعني الفقرات القطنيه دي لو بنتكلم عليها خمسه، الفقرات العنقيه سبعه. فاذا العيان اللي عنده
خمسة ليفل أو خمسة مستوى، ما هيعمل عملية فين ولا فين ولا فين. أو النوع التاني إن المريض المرض اللي عنده خفيف مش مستاهل إن أنا أفتح ظهره. إذا أنا أعرض مثلا زي الطفل اللي بقول لحضرتك 15 سنة ده، أفتح ظهره 15 سنة عشان أعمل له ديسك؟ يعني أي حد يمسك الجراح ده هيقول له أنت بتعمل جريمة. الحاجة التالتة الناحية المرضية الشديدة، يعني عنده القلب، عنده الضغط، عنده السكر، تخين قوي، مش قادر يستحمل عملية مفتوحة. ابتدى بقى يخش هنا علم علاج الألم. طب أنا أعالج الأعصاب، بتتعالج بجهاز اسمه التردد الحراري. الأعصاب دي ملتهبة، متداس عليها، منملة، مدية ألم في العيان. فبنعمل بإبر بدون فتح، ببنج موضعي زي بنج الأسنان بالظبط. الإبرة توصل لحد العصب تحت جهاز أشعة أو جهاز سونار حسب بقى ما بنشتغل إزاي. والإبرة لما توصل للعصب بنشغل الجهاز، يبقى أنا الجهاز ده بيطلع ذبذبات راديو فريكوانسي، ذبذبات راديو بس ذبذبات معينة. الراديو ده تردد صوتي. تردد صوتي. يعني يطلع ده أحدث حاجة، إن هو بيعالج العصب ويخليه ما ينقلش ألم. وفي منه أنواع، نفس الجهاز بيطلع نوعين، تو مودز أو تو أو نوعين مختلفين من الأكشن. ده اشتغلنا على العصب. طب والغضروف نفسه اللي ضاغط ده، لا ده ممكن بقى نشتغل عليه بإبرة برضو بدون فتح، ووصل للغضروف بالإبرة والمريض يبقى قاعد صاحي ونايم على وشه معايا لمدة نص ساعة، ساعة إلا ربع. والإبرة لما توصل للغضروف في جهاز اللي هو الكوبليشن ده ياكل قلب الغضروف بدون فتح. يبقى أنا بدل ما كنت بفتح وأوصل للغضروف بآلات وقعد العيان فترة نقاهة وعملية ووقت طويل، لا يعني أنا ما أخش بالإبرة. الإبرة يمكن حضرتك شايف دلوقتي الإبرة داخلة جوه الغضروف والجهاز بياكل قلب الغضروف اللي هو المنطقة اللي هي بسميها قلب الغضروف، اللي هي بتضغط على العصب اللي نازل على الرجلية. العملية دي كلها تستغرق 45 دقيقة، لو كان كذا ليفل نقول ساعة. كذا ليفل يعني أكتر من أكتر ديسك. من مستوى أكتر من ديسك. العين يخرج من أوضة العمليات اللي هي ساعة قعدها معايا وهو صاحي. وساعات بنشغل أغاني، دي حقيقة، شغل اغاني ام كلثوم بتاع بقى العيان. في وقت العمليات ما بتبقاش معروفه. انا البروتوكول بتاعه ان نبدا الاول جزء القران في الاول. وبعدين بعد ما نخلص الوتر بتاعنا الواجب بتاعنا عايزين ندخل لا فيروز لا ام كلثوم. بتشيل التوتر من العين جدا، محدش بس كله مش لا فيروز لا ام كلثوم. وبعدين بالظبط كده. وبعدين العين يقول لي هو انت بتعمل ايه؟ اقول له انت حاسس بوجع؟ يقول لي لا خالص. بعد ما العمليه بتخلص ال 45 دقيقه دول يطلع على اوضته يلبس هدومه ويمشي. يعني حتى ما فيش قعد في المستشفى اكتر من نص ساعه، ساعه تانية بعد الاجراء ده. فهو طبعا تطور رهيب في العلم، ان ما بقاش الموضوع ان انا لا ده انا لازم افتح ظهره غرز وجراحه. اذا البنج الموضعي سمح لنا ان ندخل انواع عديده من المرضى، المرضى الأوبيز التخان جدا، المرضى اللي عندهم القلب والضغط والسكر والامراض التانيه الثانويه اللي داخله مع العمود الفقري، فما يستحملش بنج كلي. لا ده هنا الموضوع سهل، اقدر اقعده معايا في المستشفى كلها على بعضها نص ساعه بعد العمليه. طب ده حاجه جميله. تاني يوم يمارس حياته الطبيعيه، والتحسن في خلال الاسبوعين الثلاثه اللي بعد العمليه. فالعيان يبقى مش مصدق ان هو عمل عمليه. وفعلا العيان اللي بتنفع له الحكايه دي تلاقيه على طول بعد وهو جاي في المتابعه جاي مع عيان تاني. يعني دي بتبقى ظاهره جدا، يقول لك لان انا رحت فلان وقال لي هعمل لك عمليه. بعض بقى العيانين للامانه العلميه يجي ونكشف عليه اقول له لا انت لازم يتشال الغضروف جراحه. مش كله، انت عديت مرحله، عديت مرحله الاولانيه، لا لازم جراحه. ففي ناس يتشال لهم بالكوبليشن، في ناس بالجراحه، ولكن في الجراحه دول نسبه اقل، وتنفع عنقي وينفع قطني، يعني ينفع في الرقبه لو غضروف في الرقبه وينفع في الغضروف بنفس الوسيله ونفس الطريقه. ايه الفرق بين الكوبليشن والتردد الحراري؟ التردد الحراري هو جهاز بيطلع ذبذبات الراديو بتشتغل على العصب نفسه، ما يشتغلش على الديسك. ممكن ادخل الابره جوه الديسك بتعمل حرق للديسك بطريقه معينه. كوبليشن جهاز ثاني مختلف عنه تماما، وابره مختلفه تماما، بتخش برضو بالبنج الموضعي داخل الديسك وبحركة معينة، إن وآوت، يعني بندخل وبنخرج جوه الديسك، بنعمل تراكات جوه الديسك،
ناكل قلبه من جوه. فهو الكوبليشن مرحله متطوره بس بيشتغل على الديسك بس. هو جهاز حراري ولا جهاز بيطلع ذبذبات؟ هو الذبذبات دي بتطلع حراره يعني زي الميكرويف كده. فالراديو ده بيطلع حرارات ثابته احنا بنقدر نتحكم فيها وليها بقى ارقام ومواصفات بطريقه معينه. فهي الاعصاب بنشتغل عليها بدرجات حراره معينه من الجهاز اللي هو التردد الحراري. اما جهاز الكوبليشن ده بيشتغل على الديسك ما يشتغلش على العصب. فمعظم العيانين اللي عندهم ديسك بينفع لهم الجهازين مع بعض في نفس عدد جلسات بنعمله ولا هي جلسه واحده؟ هي جلسه واحده وده برضو حاجه جميله يعني مش بيجي كل اسبوع نيجي نعمل له جلسه لا هي جلسه واحده. اغلبيه العيانين 80-90% من العيانين بيستفيدوا من اول جلسه. لو عيان احتاجنا نعمله جلسه تانية غالبا بتبقى تردد حراري للعصب اللي اتبقى يعني ممكن عيان عنده 5-6 اعصاب في ظهره لازم هنشتغل عليهم. يبقى مبسوط جدا ان احنا عملناهم وبعد شهر ما يجي في المتابعه يبقى احنا عاوزين نعمل ايه؟ لا العصب ده لسه بس دول نسبتهم 10% 90% هي جلسه واحده. لو حضرتك هتبعت رساله لمرضى الالم الموجود في الظهر يعملوا ايه عشان يستفيدوا من الكوبليشن او تردد الحراري التقنيات الحديثه ويلحقوا نفسهم بدل ما يحصل لهم ان هم ينزلقوا في الاحتياج الى جراحه؟ ما هو طبعا زي ما قلنا يشيل صح الموبايل يمسكه بطريقه سليمه ويعرف طريقه سليمه مش سليمه بسهوله جدا اي مفصل في جسمه ما يعملهوش لاقصى حركه ليه يعني لا رقبته تفضل لفوق ولا رقبته تفضل لتحت فترات طويله وبالتالي ظهره لا ينام لا يقعد لكن القعده نص قعده على الكرسي دي متعبه جدا للظهر. ده الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه اول ما يشعر بالام خد مسكن يوم يومين ثلاثه ما راحتش على طول يروح للدكتور متخصص. الحاجه الثالثه ان لو في ضعف في رجليه لاي سبب دي بقى ما يستناش يجري على طول على الدكتور المتخصص لعلاج الام الظهر والرقبه. واذا احتاج جراحه انا هيحتاج جراحه هيحتاج اصلها علميا ده لا شيء لابد ان احنا انا نسكره. بقول دايما علاج الالم هو مش بديل للجراحه هو مكمل للجراحه. كل سيتويشن ليها اللي ما يناسبها بالظبط كل مريض له تفصيل وهي تكمله يعني انا ببعت عيانين من عيادتي لجراحين وجراحين بيبعتوا عيانين من عيادتهم ليا لان هي تكمله اللي فاهم يبقى فاهم ان ده بيكمل ده يعني ما فيش حد بقت لغينا الجراحه لا كده مش منطقي خالص. انت اسعدتني بوجودك معايا الله يخليك وانرت منطقه شايف انه لسه الثقافه المصريه ما ذاكرتش الحته. هقول لحضرتك حاجه يعني دخل لي عيان هو طبعا الثقافه المصريه ما يعرفوش علاج الالم قوي يعني بس ابتدوا يفهموا هو موجود بره في امريكا بقاله سنين وفي مصر بقاله برضه بقاله سنين يعني احنا رواد المنطقه بالظبط يعني الثقافه ابتدت تتغير شويه شويه يعني من قيمه شهرين جالي شاب عنده 14 سنه فمن ضمن العلاجات اللي بنعملها تعرق اليدين فهو جاء لوحده العياده فانا واحد 14 سنه داخل العياده لوحده فين باباك يا حبيبي فين مامتك؟ قال لي لا انا دخلت على النت وانا عندي عرق في ايديا فانا قلت لبابا عاوز اعالج العرق اللي في ايديا فقال لي لا مفيش حاجه اسمها كده انت مولود كده وهتفضل كده. فقعد اول ولد طبعا اجيال جديده بقى دخلت على النت لقى ان الحكايه دي ليها علاجات تردد حراري طب فين لقى اسمي فراح جاي لي العياده لوحده فقلت له طب وانت عارف انا هعمل ايه؟ قال لي ايوه انا عارف هتدخل لي ابره في ظهري في حته معينه وهتروح على العصب السمبساوي. الولد فاهم العمليه قبل ما اتكلم فقلت له بس خلي بالك يوم العمليه باباك لازم يجي يمضي على الموافقه انت مش هتشتغل لوحدك وعملت له العمليه بقى بابا مش مصدق ان هي ليها علاج. اخر حاجه هقولها ان الالم شعور اجباري كلنا هنشعر بيه بس المعاناه منه اختياري. انت عاوز تفضل تعاني من الالم هتفضل تعاني من الالم لكن بتدور على حل فالمعاناه من الالم دي اختياريه لكن الالم ده شعور ساعات نقول عليه كويس طبعا بيقول لي ان في مشكله حلو. الالم شعور اجباري لكن استمرار المعاناه منه هو اختياري لانه الطب تقدم في هذه المنطقه تقدم مذهل وكبير. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره استاذ الدكتور هشام العزازي استاذ علاج الالم بكليه الطب التداخلي بكليه الطب جامعه عين شمس الرائد القدير لهذا المجال. يبقى لنا حوارات كثيره أكيد. جدا ومتنوعه لانكم يعني الفيلد بتاعكم ده انتوا بتتدخلوا في حاجات كتير قوي يعني هنتكلم على صداع النصفي اكيد هنتكلم على مشاكل
الالم بتاع العضلات ده موال تاني خالص، العقد العضليه وموالها وموال اخره. العصب الخامس، العصب الخامس وخصوصا في الشتاء. العصب يا باشا الشتاء ده مش بيضرب خامس وسابع. العياده بتشتغل على العصب الخامس في الشتاء اكتر من الصيف طبعا. طبعا لا، والشتاء ده بس خامس وسابع واعتقد سادس. هتجيب لها حول. الشتاء فظيع. الشتاء فظيع. دكتور هشام انا اتشرفت بيك. شرف لينا. خليكم دايما على سيره الحلقه.